نص وقت. حسب دراسات علمية، سيناريو المناخي لمنطقة الشرق الأوسط لخمسين سنة الجايين أكد أنه حيكون في عنا تغيير بالمناخ ورح يكون في عنا انخفاض بكمية الأمطار. كيف رح تكون الأحوال الجوية للثلاث أيام الجايين؟ أكيد الجواب بنشوفه سوا، بس أكيد خلينا نشوف الصورة اللي وصلتنا على أكاونت الإنستغرام، صورة وشمسية وتفرجينا هالجرافيتي المهضوم. ومن الصورة بنوصل هلا على طقس الدول العربية، بنبلش جولتنا بالدول العربية مع القاهرة، الحرارة عم توصل فيها ل 27 درجة، 21 بتونس، 36 درجة بالخرطوم، 28 ببغداد، 22 درجة بدمشق، 24 درجة بالمنامة، والختام مع الكويت 27، 29 بالدوحة و36 درجة برياض. من الدول العربية بنوصل هلا على طقس لبنان، بنبلش مع الساحل، بكره الحرارة عم توصل أقصاها ل 19 درجة، أما أدناها ل 4 درجات، الرطوبة عم بتسجل 75%، أما سرعة الرياح عم توصل ل 30 كيلومتر بالساعة. بالجبل عم تتراوح بين 13 و 4 درجات، أما بالداخل عم توصل أقصاها ل 17، أما أدناها لدرجتين. كيف رح يكون الطقس بالتفاصيل من شمال لجنوب ببعض المناطق اللبنانيه بنشوف سوا. بنبلش مع كار 18، 19 بطرابلس، 7 بالقرس، 16 درجه بالكوره، 19 بالهرمل، 18 بالقاع، 16 ببعلبك، 18 درجة برياق. منكمل بجولتنا ومنوصل عجبال، 17 12 بفريا، 19 درجة بجونة وببعبدة، وبيروت كمان عم بتسجل 19 درجة مع طقس غائم جزئيا، 17 بزحلة، 16 بشتورة وبعنجر، 17 درجة بمشغرة، جزين 18، 19 برشيا، 17 بمرج عيون، 18 درجة بمنت جبال، وبنختم أخيرا جولتنا مع صيدا 17، أما سور وكانا و 18 درجة. كيف رح يكون الطقس للثلاث أيام الجايين؟ بنشوف سوا، بنبلش مع بكرة الجمعة، الحرارة عم توصل أقصاها ل 19 درجة، أما أدناها ل 9 درجات، الرطوبة عم بتسجل 69%. عم ترتفع الحرارة، والسبت عم توصل أقصاها ل 22، أما أدناها ل 16 درجة، ومكملة بالارتفاع للأحد، وعم توصل أقصاها على 25، أما أدناها ل 18 درجة مع طقس صافي ومشمس. تبهوا من خطر الضباب اللي عم بتكون على المرتفعات، أما على ارتفاع 1850 متر الحرارة عم تتراوح بين 7 وناقص 3 درجات. وأكيد شو ما كان طقسكم المفضل، لاقونا على طول على المستقبل.